وفي ورد قال أيوة بحبك أكتر ما أنتي تحبيني، وورد بيقول أنا آسف حقك عليا سامحيني، وورد بيقول وحشاني إمتى هنتقابل تاني، ده الورد بيقولها مكاني رغم إنها باينة في عيني. في ورد قال ألف سلام، وورد قال مليون مبروك، الورد ليه سحر وبهجة وحلو دايما رغم الشوك. ميرسي. الله ميرسي ميرسي يا ميرسي خميس، نورت اسكندريه. والله يخليك منوره باهلها. ازاي حضرتك؟ كله تمام. ده المحل الاصلي بتاعكو فيولات. فيولات مكتوب من 1957. 65 سنه. 65 سنه في شارع فؤاد. بتحب انت شارع فؤاد؟ طبعا يا طبعا. ليه بتحب شارع فؤاد؟ احنا اصلا من شارع فؤاد كأب وجد واجداد يعني. فشارع ليه تاريخ عندنا مهم بالنسبه لنا، حياتنا. اهميته الثقافيه ايه بالنسبه لك؟ بص حضرتك، شارع فؤاد اسكندريه كوزموبوليتان. طبعا. شارع فؤاد كوزموبوليتان تاني. اكتر. جوه اسكندريه سبحان الله. في حالات ثقافيه مثلا الاول الاهرام هيتعمل في اسكندريه. جاليه الاهرام، تكلا بيه. كلوب محمد علي. اللي هو اصلا كلوب محمد علي. محمد علي. زي اللي عندنا في مصر. ايوه. وفي مركز الثقافه اليوناني. هنا برضه. ثقافات. حتى في اللغات سبحان الله، حتى بتاع الجرايد اللي في شارع فؤاد كان بيتكلم لغات غريبة جدا، يعني مثلا يقول لك ايه؟ أهرام جمهورية، أهرام أخبار، ماشي؟ وبعدين إيش دراموس، لابورس، جورنال دي جيبت، سبحان الله. ما هو حسب الزبون اللي بيبيعه. يعني الشارع كله صحيح كوزمولتن. صحيح. كده الشارع غريب جدا. شكلك وحشاك الأيام دي. بس هقول لحضرتك حاجة، الأيام دي حلوة والأيام دي حلوة، ما أحبش كلمة الزمن الجميل، حرام. صحيح. هو كل ربنا خلق الدنيا كلها حلوة. صحيح. لغاية يوم القيامة. بس احنا اللي بيخلي الزمن الجميل جميل والوحش وحش. على فكره زمان كانوا بيقولوا ان قبل كده كان احلى. كل جيل شايف ان شبابه احلى. وبعدين هقول لك على حاجه، طب اصبري على مصر كمان سنه وهتبقى اجمل واجمل من القديم. ربنا يدينا العمر ونشوف إن شاء الله كل حاجه حلوه يا رب. بإذن الله إن شاء الله. طب بالنسبه للمعمار الخرافي بتاع شارع فؤاد ده فعلا يعني بيتي باري فعلا؟ طبعا. لا بص حضرتك، لما اتعمل المعمار ده كان باري هي بيتي الكسندريه فعلا. لما تعمل المعمار ده يعني قصدي حضرتك ان اسكندريه كانت افخم كمان طبعا. من باريس. اسكندريه دي موضوع كبير قوي. انا نفسي بقى اخش المحل بتاع حضرتك. يلا ميرسي يا مسيو خميس ان انت هتدينا من وقتك شويه. تحت امرك. ايه الباسكت الحلو ده اللي متجهز فيه ورد جميل ده بتاع ايه يا مسيو خميس؟ ده بيتال عشان في الكنيسة الإيفانجليز موس اليونانية اليونانيين بيرش ده على البابا لما يطلع يصلي النهاردة. فرجني على الورد يا مسيو خميس، عايزة أعرف بقى إيه أصناف الورد بس عن طريق المناسبات. يعني مثلا لو أنا هحضر بوكيه لعيد الأم مثلا هتديني إيه؟ بص هو عيد الأم تعالى نقرب من الورد شوية. عيد الأم دايما بيجي في السبرينج أول يوم في الربيع. أوكي. بيبقى يفضل ميكسد. ميكست فلاورز يعني الوان مختلفه. لو بيقول عليه في الفرنساوي فلير دي شو، ورد الربيع. اوكي خليك معايا. زي ايه مثلا؟ ده عيد الام. لا كل الاصناف مباح. ما انا لازم بقى تعرفني على الاصناف. مثلا كلا. كلا ينفع يخش. كلا مع ليلي مع روزس مع قرنفل. ده ورد بلدي ابيض عادي زي بتاعنا ابو شوك كتير ولا زي بتاع الاجانب الطويل اللي ما فيهوش؟ مصري. ده مصري. لو الفالنتاين لو عيد الحب بيقولوا احمر. نجيب ايه مثلا؟ بص حضرتك بيفضلوا في الفالنتاين في العالم كله الريد روزز. ايوه عشان ده رمز الحب. او ريد تيوليبس. بس انا عن نفسي مش مقتنع. لا لان الاحمر ده ممكن لو غامق يعني يدي معنى، لو فاتح يدي معنى. طيب الحاجه الثانيه، ليه ما اكلش الابيض؟ ما الابيض ده صفاء. الابيض ده صفاء داخله الاحمر. يعني العام ابيض واللي ده الاحمر ده يعني ده التجديد بقى والتنويع. انما خلاص. بس الاصناف يعني مثلا القرنفل ما ينفعش احطه في عيد الحب لان القرنفل في المانيا بتاع سيميتير. ايوه. في فرنسا بتاع سيميتير. واحنا كمان القرنفل بتاع القرف يعني كده. لو حد لو بتعمل مثلا طقس بقى جنازي فخيم تحط فيه ايه؟ بص حضرتك الحاجات الجنازيه دي مرت بمراحل. احنا كان زمان مثلا ايام البشوات كان بيتعمل احلى ورد في الجنازه. وبعدين كل مناسبه دينيه موسم رجب موسم شعبان العيد الصغير العيد الكبير بيروح في السيميتيري عندكم في القاهره عند
السيدة عائشة حاجة زي كده؟ فيها سيدة نفيسة، سيدة عائشة الإمام السيد. أنا في اسكندرية عندنا المنارة والعمود بعتوا ورد يزينوا القرفة. مظبوط. للصبح يوم أول يوم العيد الصبح. مظبوط. وبعد كده الحاجات دي ابتدت يعني ترجع ورا لغاية ما تنزل. عشان المصريين الورد مرتبط في مخهم بالفرح، فبيستغربوا شوية إن الورد يبقى في الحزن. لا طب هقول لك على حاجة، ده كان موجود في الحزن لغاية السبعينات، يعني أربعينات، خمسينات، ستينات، سبعينات، وشوية من الثمانينات. طيب هل بس تشاور لي على الأصناف الورد وتقول لي أسميها؟ يعني مثلا أنا بسمي ده جبسفيل، ما أعرفش جبسفيل بيبي فلاور، وده بنصدره إحنا مش كده؟ من القاهرة بنصدر وبنستورد. وحضرتك قلت لي على ده النباتات المزهره. أورتنسيا. ايوه دي هيدرنجم. وده ايريس قرنفل، قرنفل ابيض واحمر. وده روزس، الورد البلدي بتاعنا. كلا. روزس كلا الجميله دي، جميله ودمها خفيف، حلوه قوي. وليليز وليليان بكل الوانه. كل الوانه. مسيو خميس نطلع بقى عند مكتب حضرتك تضيفني نكمل كلام. ميرسي.